فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. واتقوا النساء، نص على النساء. النساء لا شك أنها من فتنة الدنيا، أنها من فتنة الدنيا، وهي أشد فتنة من فتنة المال. الدنيا المرأة أشد فتنة من فتنة المال، لأنها تجر إلى الفاحشة. من افتتن بها تجره إلى الفاحشة والوقوع في فساد الأخلاق وفساد الأعراض وضياع الأسر واختلاط الأنساب.